عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كي كدوز نهارك في رمضان؟ واش غنقول لك؟ رمضان الله ما قدر فيه الشريف. اش غنقول لك؟ راه كنوض مع 10 الصباح ومع 12 كنصلي الظهر وكنعس ما كنفيق حتى الربعة. كتفطر ديك الساعة؟ لا ما كنفطرش، كنوض مرضن. جاب الله شي واحد هو معايا في هذيك الدقيقة. عاود لينا شي نكتة. نعاود لك بنكتة زويونة بخير وعلى خير في هذا الوقت ديال رمضان. قال لك هذا واحد السيد كيقولوا لي شلاضه في الدرب، شلاضه 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 شلاضه، هو يقول انا غير غبر من هاد البلاد. مشى هو يضرب 30 عام ملي تم جاي راجع من لندن، راجع في المطار ماشي من السويقه. لا ماشي من السويقه، هبط في المطار هو يتلاقى مع واحد السيد قال لي يا الشريف بحال كنعرفك. قال لي لا. قال لي لا لا كنعرفك. قال لي لا. قال لي وقيلا كيقولوا لك الخيار، وقيلا كيقول لك. قال لي شوف غنقول لك جوج هضرات، غير غتخلطنا غادي نخلطك. وتبارك الله عليكم وكنشكروا انفاس تي في ورمضان مبارك سعيد. تبارك الله عليكم. تحياتي.